إن احترام القوانين والأنظمة إذا كانت لم تخالف دين الإسلام مما هو مطالب به المسلم، بل يأثم في تجاوزها والتعدي عليها، لأنما وضعت هذه القوانين لحفظ حقوق الناس وترتيب المصالح والاجتماع على الخير ومحاربة الفساد والإفساد في الإدارات وفي المؤسسات وفي المجتمع عموما. وهذا مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم، أن ديننا يدعو إلى ما فيه خير، ويدعو إلى الاجتماع على الخير وإلى التمسك بالخير وأسبابه، ويحذر من الشر والفساد والظلم والبغي والعدوان. المسلم شعاره: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمثلا إذا علم الإنسان أنه مطالب بألا يتجاوز سرعة معينة في طريق معين، وكان ذلك من الأنظمة والقوانين المتبعة في تلك البلد، فإن هذا التجاوز بهذا القانون هو مخالفة شرعية كما كانت مخالفة دنيوية. إنما وضع هذا القانون حفظا للأعراض وصيانة للنفوس من التعدي عليها، ولو فتح الباب على مصراعيه لحصل بذلك فساد عريض. وهذا أمر معلوم، فكم من شخص خرج في الإشارة الضوئية الحمراء وكان سببا في إزهاق روح وسفك دماء. وهذا الدين من مقاصده العظمى حفظ الدماء وصيانتها، حفظ النفوس وحفظ المال. فمثل هذا التجاوز يحصل به هذا الفساد العريض. وهذا مثال من أمثلة كثيرة. وعليه فإن العبد إذا دعي إلى القوانين والأنظمة أن يلتزم بها، فلينظر أولا وليسأل أهل العلم، فإذا أدرك أنها لا تخالف الشريعة، شريعة الإسلام، بل ربما دعت الشريعة إليها وحثت، لزمه أن يتمسك بها، ولزمه أن يكون تحت سقفها، ولزمه أن لا يخرج عن حوضها، لأن في ذلك طاعة لله تعالى، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة للمخلوق في غير معصية الخالق، بل فيما أمر به الخالق تبارك وتعالى. هذا المعنى الدقيق قد يغيب عن كثير منا، ولا سيما من ينسب نفسه إلى الذكاء عندما يجد نفسه يتقلب ويقفز على القوانين والأنظمة لربح دنيوي. نقول له: إنما تفعله مخالف للقوانين، وإن ذلك مما يكون سببا في التعاون على الإثم والعدوان، وسببا في الفساد والإفساد، والله لا يحب المفسدين.